هلو، اليوم جيت ندوي لكم على التصاورات ديالي لمدينة مراكش، مدينة البهجة. وصراحة هاد المدينة كتعجبني بزاف، الناس ديالها بكل شي ليها، داك النشاط اللي فيهم وخاصة هضوادي، ولكن كتلقاهم ديما ناشطين. دوزت نهار عادي في جامع الفنا، درت فيه تساريت فيه، واخا كان صهد بزاف. ايوا في العشيه شويه قررنا نبقاو في الدار حيت كان فريمون صهد بزاف، وفي الليل مشينا خرجنا تعشينا في واحد البلاصه اللي زوينه بزاف وكالم، والماكله عندهم يا سلام. وفي كما كتعرفوا في العشيه راه كيتبرد الحال وكل شيء، وكتولي الدنيا زوينه. هو صراحه مراكش خصك تخرجي فيها غير الليل، الصباح راه ما يمكنش. وصافي هادشي اللي كاين، ونتمنى يعجبكم هاد الفلوغ هذا.